كريم ذكري اسم لا ينسى في كرة القدم، مدافع صلد في الملعب ومدير كرة بارع بعد الاعتزال. كريم ذكري واحد من أبرز المدافعين الذين ظهروا في الكرة المصرية خلال العقد الأول من الألفية الثالثة. مدافع تميز بالقوة والشراسة في أرض الملعب، تميز أيضا بالروح القتالية والشخصية القيادية، لمع في المصري البورسعيدي في بداياته وأصبح من أبرز المدافعين قبل أن يتم 20 من عمره، وساهم في إنقاذ المصري أكثر من مرة من الهبوط للدرجة الثانية، وانضم للمنتخب الأولمبي وأصبح قائده لفترة، كذلك انضم لمنتخب مصر لفترة من الوقت. في عام 2007 كان التحول الأكبر في حياة كريم ذكري حينما انتقل للزمالك مقابل أكثر من 3 ملايين جنيه، ليصبح أحد أغلى المدافعين وقتها، ويساهم في حصد الزمالك لقب بطل كأس مصر 2008، وينجح في تقديم مستوى جيد خلال الفترات التي شارك فيها على مدار عامين قبل أن يتجه لبدء رحلة جديدة في مسيرته. لعب خلالها لأندية كبرى مثل بتروجيت والترسانة، كما عاد للمصري البورسعيدي قبل أن يعتزل الكرة ويحترف مجال العمل الإداري، ويصبح مديرا للكرة لأكثر من عام في المصري البورسعيدي. ساهم خلالها في بناء الجيل الحالي من اللاعبين، واليوم يحل كريم ذكري ضيفا على أخبارنا في حوار صريح جدا قبل القمة المرتقبة بين الزمالك والمصري.